هذا اللقاء اللي هو منظم من طرف كلية الحقوق جامعة الملك سعدي وبشراكة مع المؤسسة المتوسطية للتعاون والتنمية وكذلك بدعم من مؤسسات ألمانيا كونراد أدينور وكلية الحقوق طبعا وعدة شركاء من جهة وجهات أخرى. فالحقيقة التطرق إلى هذا الموضوع هو موضوع الساعة لأن المغرب انخرط في سياسة منذ سنين ديال إعطاء الأهمية للجهات وإعطاء كذلك صلاحيات واسعة لكل الفرقاء السياسيين ونحن منذ اعتلاء صاحب الجلالة عرش أسلافه من عامين انخرط المغرب في مفهوم هذه الجهوية الموسعة التي تعطي صلاحيات كبيرة جدا للجهات وأعتقد أن حضور اليوم ثلة من الفرقاء والمختصين والخبراء ستعطي وتلقي بعض الضوء حول تبعات اعتماد هذا التنظيم الجهوي وكذلك معيقات إن كانت هناك معيقات وأفق إنجاح هذه الجهوية على مستوى التطبيق الفعلي في الجهات لكي تأخذ قسطها من الحكامة وتساهم في التنمية الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب بصفة عامة. اليوم نتواجد برحاب جامعة عبد الملك السعدي وبالخصوص في الكلية ديال الحقوق واللي كتستضيف هذا الحدث اللي هو مهم واللي عنده واحد الصيغة اللي كيمكن احنا نبلوروها في واحد المجموعة ديال الامور كون على انه الجامعة يعني نعتبروا احنا في الجامعة الترابية وبالخصوص على مستوى الجهة طنجة تطوان الحسيمة على انها هي شريك اساسي في التنمية وكون على انها هي من اللبنات الأساسية ديال التنمية وكون على انه يعني كنتشاركوا معاه في واحد المجموعة ديال التقاطعات منها يعني التكوين منها العمل منها الخبرة منها الدراسة وهذا اللي كيعطي على انه الجامعة احنا بالنسبة لنا وبالنسبة للجامعة الترابية هو على انه واحد الكائن اللي كيمكن يبلور واحد المجموعة الاطر واحد مجموعة الطرق العلمية اللي كيمكن تعطي واحد يعني واحد الاجابة على واحد المجموعة ديال الاجابات وخلاصات فيما يخص التنمية المستدامة ديال المنطقة ديال بلادنا. كما يعلم الجميع ان كلية الحقوق بتطوان تحاول ما أمكن أن تثير المواضيع التي تهم الشأن العام وأن تكون في شريك أساسي لمجموعة من المتدخلين وهنا الانفتاح على المجتمع المدني الانفتاح على وسائل الإعلام الانفتاح على مؤسسات أجنبية تهتم بالشأن العام لذلك أعتبر أن هذا اللقاء هو فرصة لتشخيص التجربة الجهوية المتقدمة وكذلك فرصة لتقديم مجموعة من التوصيات التي غايتها هو الرفع من مردودية ومن نجاح هذا الورش الذي نعتبره أو أنه يعول عليه كثيرا بالنسبة للمغرب لتجاوز الكثير من المعيقات ومن العوائق التي تحول دون أن ينتقل المغرب في الحقيقة للسرعة العالية في تنزيل مشاريع التنمية الشاملة في المملكة. أعتقد أنه بعد مرور 3 سنوات من دخول القانون التنظيمي والخوض في تجربة الجهوية المتقدمة بعد كذلك صدور ميثاق لا تمركز اليوم كذلك مجموعة من الإصلاحات التي تتعلق والتي ستكون مواكبة مثل قانون الحصول على المعلومة الذي سيدخل حيث التنفيذ 12 مارس ثم كذلك ميثاق المرافق كل هذه الإصلاحات ستجعلنا نقف على مستوى طبعا تفعيل آلية الحكامة الترابية من خلال هذا اللقاء الذي يساهم فيه مجموعة من الخبراء والباحثين وانطلاقا من التجارب المقارنة التي سنعمل من خلالها توضيح مجموعة من الرؤى وكذلك مجموعة من العناصر الإيجابية وكذلك ما يمكن أن نتداركه من خلال الثغرات التي يمكن التجربة التي
قمنا بها أو التي دخلناها على مستوى الجهوية المتقدمة أفرزت لنا مجموعة من الثغرات على المستوى العملي، كل هذا سيمكننا من مناقشته في هذا اللقاء، خاصة وأن محاور هذا اللقاء هي محاور لها راهنية، انطلاقا أولا من السياسات العمومية الترابية والجهوية، كذلك انطلاقا من لا تمركز وآلية تفعيل السياسة الحكامة الترابية، وكذلك انطلاقا من يعني شبابيك الاستثمار، ونعلم على أن هناك قانون صدر بخصوص هذه الشبابيك، خاصة كذلك التدقيق على مستوى الجماعات الترابية وغيرها من المواضيع الراهنية. ولكن ما يميز هذا اللقاء هو مشاركة مجموعة من الخبراء الذين طبعا هم مجموعة رؤساء الجماعات والجهات، خاصة الذين سيدلون ببعض التجارب المهمة والتي سيغنون من خلال هذا اللقاء، والتي طبعا ننتظر منه أن تكون هناك توصية إيجابية على هذا المستوى يمكن من خلالها إغناء هذه التجربة، وربما كذلك إغناء كذلك رصيد كليا من خلال هذه الندوات، واستفادة طلبتنا من مجموعة من المواضيع المهمة التي تدخل ضمن اهتماماتهم وضمن تخصصاتهم.